السلام عليكم ومرحبا بلالة مولاتي. اليوم عندي نهار كبير هذا، اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا افكار اللي هما جداد ان شاء الله بحول الله. عمليه الغوسيكلاج ديما في الدار كتكون عندنا مثلا شي لبسه اللي هي زوينه، ميم كتخرج لا مود جديده كيبقاو عندنا الباسين اللي هما ما يمكنش نفرطوا فيهم غير حيت زعما ولات عندنا واحد لا مود جديده. الوغ نقدروا هذوك الملابس نجدوهم اللي غادي يوافقوا لينا هذيك لا طوندونس اللي حنا فيها هذاك في هذاك الموسم. مثلا تقدر تكون عندنا ان شوميز نقدروا نزيدوا مثلا او نضيفوا غير مثلا بحال هاد الشوشات هادو، او نضيفوا دي بوتون، او نضيفوا عقاد، نعطيوها لمسه جديده وانيقه وميم طون تكون اللي هي طوندونس. وزياده على ذلك نقدروا مثلا عندنا هاد الكونفيرس، هاد الكونفيرس كانت ديالي انا اللي تلبسها ودبراتني وقررت باش انني ننتقم من شر انتقام، وفي الاخير حصلت على هذه النتيجه. خديت كل شيء لي بوطون مثلا اللي عندي، مثلا عندي في الدار اللي بقاو عندي لي بيرل، ميم العقاد اللي عندي، ميم هاد الصدايف هادو وهاد هاد لو تريك هذا، وقلت علاش لا اللي ما نخليهاش بحال المقلامه. وميم طون انا جمعت فيها لي كرايون ديالي، تقدروا ديروها لوليداتكم الصغار ويقدروا يديروها الناس اللي عزيز عليهم، اي حاجه اللي هي تتصوب باليد وشي حاجه زوينه وفنيه بطبيعه الحال. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.